في مارس من العام الماضي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بالتزامن مع إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني. منذ ذلك الحين وتتضافر كافة الجهود لتشكيل نسيج تلك التحالف بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. بات التحالف يضم الآن أكثر من 52 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد إجراء المجتمع المدني حوارا مجتمعيا موسعا أفضى إلى تنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. التحالف بدوره ضم الاتحاد العام للجمعيات والذي يمثل كيانا قانونيا منتخبا ومؤسسا بشكل ديمقراطي من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية، قبل أن يضم التحالف أعضاء جدد في كافة المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة في هذه التجربة الوطنية لتوحيد الجهود. وتمكن التحالف من ضم 32 كيان تنموي وخدمي من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة بإجمالية عدد متطوعين 250 ألف متطوع ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد فقط. لما لا؟ وقد قام التحالف بتأسيس قاعدة بيانات موحدة تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، استفاد نحو 30 مليون منهم من إنفاق نحو 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر بمتوسط تكلفة نحو 100 جنيه لكل فرد و2000 جنيه للأسرة، ناهيك عن دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية. وعلى الجانب الصحي فقد استقبل التحالف نحو 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني. أما من الناحية الاقتصادية فقد قام التحالف بتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، بالإضافة إلى إطلاقه مبادرة إزرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة وتعود عليهم بالنفع، ذلك النفع الذي يعود على المجتمع أجمع. فلذة العطاء والمنح لا تقل عن فرحة المستفيد من تلك المبادرات.